مساء الخير، بنرحب فيكم اصدقائنا ومشاهدينا اليوم بحلقه جديده من ابطال الكتاب. بدنا نعيدكم عن جديد ونقلكم ميلاد مجيد وينعاد عليك يا كارن. ميرسي يا إلي، وينعاد عليك وينعاد على كل اصدقائنا ومشاهدينا يلي عم بيحضرونا هلا. كيفك اليوم؟ انا يا إلي كثير منيحه، بس اذا ملاحظ شوي على صوتي كانه انه مقربه. مشان هيك بدي اقول لك ما تعتلي هم كارن، لانه انا كمان للاسف، وانا يعني ان شاء الله لا، بس انا حسب ما بعرف كل رفقاتي والناس اللي بعرفهم بهيدي الفتره يلي كان طقس فيها شوي متقلب كلهم لقطوا الجريب. سو اتس اوكي، نشكر الله هلا صرنا احسن وقادرين كمان نحكي مع اصدقائنا ونكون بصحه منيحه. بس عندي خبريه، يلا، انه اليوم اخر حلقه بابطال الكتاب، ما خليني اكملها لسنه 2016. فقد ايه حلو يا كارن انه نكون انا وياك وكل اصدقائنا اليوم يلي عم يحضرونا على التيفي واكيد هلا ناطرين يتصلوا فينا، خاصه انه بتقدروا اصدقائنا تتصلوا على رقم الواتساب اليوم. فقد ايه حلو اليوم نعيد نحن وياهم ويخبرونا كمان هيك شو في اشياء قطعت معهم بسنه 2016 بحبوا يشكروا الرب عليها. وهذا امتياز يا قليلة لنا كمان انه نحن هلا نكون عم نعيد أصدقائنا، وكمان أنا وياك عم نشكر الرب على هيدي السنة اللي قطعت، وكمان نفكر بسنة الجاي كيف ما نبلشها وشو منصلي ومنقله للرب إنه يا رب هيدي السنة ما تحقق بس سنة الجاي بدنا يكون عم بيتحقق. أمين يا كارن، لأنه اليوم أكيد حلقة بين عيد الميلاد وبين رأس السنة، اليوم آخر حلقة بشهر 12. فإذا عنا الجائزة الأسبوعية يلي كلكم معودين عليها بكل أسبوع وبكل حلقة، بس عنا جائزة أكبر وجائزة أحلى يلي هي الجائزة الشهرية. فينا نشوف البوكال يا كارن لأنه شوي مخبى بالزينة. أوكي، هذا البوكال فيه كل الأسماء يلي اتصلوا فينا خلال الشهر ولكن ما انسحب اسمهم للجائزة الأسبوعية. وفي البوكال الأكبر يا إلي يلي حنكون عم نحط فيه أسامي أصدقائنا يلي حيتصلوا فينا اليوم، رح نحطهم بهذا البوكال الكتير كبير. وما تعتلوا هم أصدقائي، لأنه لو قد ما كانوا الأسماء كتار وكانت الأوراق كتيرة بساعوا كل أوراق بهذا البوكال. طيب لكن يا إلي هلأ شو رأيك نكون عم نشوف شو هن جوائزنا الأسبوعية وشو هي الجائزة الشهرية؟ لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم. ترامبلين مونكيز، لعبة التركيز، بازل، الكرة الأرضية بتقنية 3D، ديجيتال كاميرا، وميني تابلت أندرويد. أما الجائزة الكبرى لهالشهر فهي ريل كونستراكشن يلي بتخولكن تبنوا أجمل الأشكال الهندسية. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكن فجوائزنا إلكن هي حبلة، مونوبولي الكتاب المقدس، ستاتيك ساينس، وشنطة مدرسية. لكن أصدقائنا هول هن جوائزنا لهيدا الشهر، ومثل ما قلنا اليوم رح نكون عم نستقبل اتصالاتنا، ويا إلي يعني نحن وعم نقول في عنا أول اتصال. خلينا لكن ناخد أول اتصال معنا لليوم. ألو 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 ألو، مساء الخير. ألو ألو، مساء الخير، مين عم يحكينا؟ مساء النور، أنا مارك. مارك، اهلا وسهلا فيك يا مارك، من مصر عم تحكينا؟ الو 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 الو، ايه مساء الخير، عم تسمعونا منيح؟ متابعكم كل يوم. ونحن كمان بنحب انك عم تتابعنا يا مارك، بدي عايدك لك ميلاد مجيد وعام سعيد لك ولكل عائلتك. انت يا مارك هلا اكيد حابب تكون عم بتشارك بابطال الكتاب وتختار رقم من 1 ل 25. يا مارك نحن كثير فرحانين انك عم تتصل فينا. الاتصال انقطع مع مارك. يا مارك اذا بتقدر ترجع تتصل فينا اكيد من خلال الواتساب، صارت اصدقائي اسهل انكم توصلوا لنا، ففيكم تتصلوا على الواتساب. هلا معنا اتصال جديد من صديقنا كريستوفر. الو الو الو، هاي كريستوفر، كيفكم؟ نحن منيح نشكر الرب، ينعاد عليك. انت كيفك يا كريستوفر؟ وعليكم. مرسي. حاضر يا كريستوفر تختار رقم؟ ايه. يلا اي رقم اليوم حتختار من 1 ل 25؟ 10.
والسؤال رقم 10. اوكي، هي كلمة السر هو اسم مؤلف من 8 أحرف، وهو اسم المرة التي زارتها. شفت يا ألي؟ كريستوفر جاوب على السؤال حتى قبل ما كمله، وجوابك أكيد صح يا كريستوفر، واسمك بده ينزل بالبقال لآخر الحلقة. خليك عم تابعنا، خاصة اليوم في عنا جايزتين. رجعنا أخذنا الاتصال من مارك. ألو؟ أيوة يا مارك، عم تسمعني؟ أي. أوكي مارك، أي رقم رح تختار معنا اليوم؟ عندك من 1 لـ25 يا مارك. 2. والسؤال رقم 2 يا جيرار بيقول: كم جيل بين داود وسبي بابل؟ كم جيل بين داود وسبي بابل؟ هذا الجواب بتلاقيه بإنجيل متى بالإصحاح الأول. هل 12 جيل أو 14 جيل أو 16 جيل أو 18 جيل؟ فكر كتير منيح يا مارك وبلش وقتك. شو رأيك يا مارك؟ أربعتاشر. يعني الاحتمال الثاني. وجوابه لمارك جواب صحيح. اسمك يا مارك هو ثاني اسم بينزل معنا بالبقال. أصدقائنا قد ايه حلوة يا كارن، عم بلش الحلقة باتصالات. خاصة بدي أرجع أذكركم عن جديد، صار في ميزة الواتساب، تقدروا تتصلوا على الأرقام يلي عم تمرق قدامكم على الشاشة، الرقم يلي موجود عليه لوجو الواتساب، لحتى دغري نقدر نتواصل معكم وتشاركوا بأبطال الكتاب. وهلا يا إلي معنا اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ هاي دانيال. كيفك؟ ألو؟ إيه، نحن عم نسمع، كيفك يا دانيال؟ ألو؟ ألو؟ عم تسمعينا؟ ألو؟ نحن عم نسمعك يا دانيال. ألو؟ مساء الخير يا دانيال، عم تسمعينا؟ أه. أوكي دانيال، أهلا وسهلا فيك. لأنه الاتصال شوي ضعيف رح نروح دغري على السؤال وتختاري رقم. أي رقم رح تختاري معنا اليوم؟ 10. اختاروا، بدنا نختار رقم لونه أزرق أو أبيض على الشاشة. أي رقم يا دانيال؟ 8. والسؤال رقم 8 يا دانيال بيقول: هل أوحي للمجوس بحلم كي لا يرجعوا إلى هيرودس؟ إذا منتذكر القصة منشوف إنه هيرودس قال لهم: بس تعرفوا وين رح يولد هيدا الملك يلي هو يسوع؟ قولوا لي لحتى إجي أنا. فهل طلع لهم بحلم الرب حلم وقال لهم ما تروحوا لعند هيرودس وتخبروه؟ نعم أم كلا؟ فكر منيح وبلش وقتك. نعم. دانيال متذكر قصة الميلاد كتير منيح. برافو يا دانيال، واسمك نزل بالبوكال. وبدي اذكر انه اليوم كل اسئلتنا يا كارن رح تكون متعلقه بقصه عيد ميلاد الرب يسوع. وهلا يا الي كمان معنا اتصال جديد على الواتساب. الو؟ الو؟ الو، مساء الخير. هاي انا جويا. اهلا بجويا. يوسف من لبنان. من لبنان، وقد ايه عمرك يا جويا؟ 2. هذيك المرة بعد ما دقيت. اوكي، نحن كثير فرحنا باتصالك. جويا أنا حابب أسألك سؤال. إذا هيك بدنا نطلع على سنة 2016 اللي مرقت ونتذكر كل شيء الرب عطانا إياه بهيدي السنة، شو في شغلة وحدة بس بتحبي تقولي له للرب بشكرك لأنك أنت عملتها أو أعطيتني إياها بالسنة 2016؟ صار عندي خيال.
صار عندك خيين شو حلو توينز يعني كانوا توم مبروك يا جايا اوكي اوكي كان عندك خي والماما كمان جابت خي تاني ما هيك طيب كبير شو حلو مبروك يا جايا طيب اي رقم رح تختاري معنا اليوم واحد والسؤال رقم واحد بيقول كم جيل بين ابراهيم وداود 14 جيل 16 جيل 18 جيل او 20 جيل وبلش وقتك فكر منيح يعني الاجابه مثل الاجابه بالسؤال يلي سالناه قبل هن نفس عدد الاجيال بين ابراهيم وداود بين داود وسبي بابل وبين سبي بابل ويسوع هو رقم صغير يا علي ما انه كثير كبير شو رايك يا جويا رقم صغير عندك 14 16 18 الاتصال ما انقطع ما انقطع بس عم يعمل ريكونكتنج رح ننطر الاتصال ليرجع يمشي حاله بهالوقت وقفنا الوقت يا جويا وبهيدا الوقت يا الي نحن ناطرين انه يكون نرجع ناخذ هيدا الاتصال بدي اقول لك يا الي انه انا عن جد بشكر الرب على هيدي السنه اللي قطعت اذا بدي اقعد افكر القصص الحلوه يلي صارت معي يمكن كتير مهم انه بشكر الرب على صحتي بشكر الرب على عائلتي بس في شيء كتير مميز هيك حسيت انه الرب كتير غيره بحياتي هون وبشكره لانه انا عم بعرفه اكثر يعني حسيت انه بهيدي السنه صرت عم بقرا اكثر بالكتاب المقدس صرت ما بقى عم بقرا بس لاقرا لا صرت عم بقرا وفكر بكل ايه وحتى اقول له للرب يا رب بدي هيدي الايه تكون بحياتي تتطبق بحياتي وبدي اعيشه فحسيت انه عن جد الرب شو يعني في اتصال اوكي معنا اتصال جديد يا كارين الو 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 مساء الخير الو الو مساء الخير معنا نور مش هيك نعم كيفك يا نور مساء الخير ينعاد عليكي منيحة اوكي نور اي رقم رح تختاري معنا اليوم لان الاتصال الهيئة شوي ضعيف بدنا نطلب منك يا نور تسمعينا من التليفون مش من التيفي لحتى تقدري تسمعينا بوضوح وعندك من 3 ل 25 يا نور لتختاري الرقم يلي انت بدك اياه 25 والسؤال رقم 25 هو ما هو اسم النبية التي تنبأت عن يسوع في الهيكل بيوم تكريسه زينة لينا حنة أو بسمة بلش وقتك حنة حنة جواب أنا رح قلك دغري من هلأ يا نور إنه جواب صحيح برافو واسمك نزل بالبوكال وهلا رح نرجع نجرب ناخذ الاتصال من صديقتنا جويا الو الو انا دقيت اوكي جويا عم بسمعك ذاكره السؤال شو هو لا طيب خلينا نرجع نختار رقم جديد يا جويا صرنا من 3 ل 24 يا جويا اي رقم 9 تسعة يلا والسؤال رقم 9 بونس واو. بونس لجويا يا جويا ما رح نسألك ولا سؤال بس رح تربحي جايزة معنا خلينا نشوف شو هي جايزتك مبروك رقم البونس بخولكم تربحوا معنا راكت مبروك يا جويا وكمان هلأ عنا اتصال جديد ألو ألو هلا هاي هاي إلي كارين كيفك مين معي ميري كريسمس same to you أنا ناتالي 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 قد ايه عمرك ذكريني
وحشوني. وانت كمان يا ناتالي. أربع سنين. نحن كثير بنحبك يا ناتالي واشتقنا لاتصالك. ويلا يا ناتالي هيك. أنا كمان. هيك بهيدا الحماس يا ناتالي شو رأيك تكوني عم تختاري رقم؟ من 3 ل 24. 4. ويا ناتالي السؤال رقم 4 بيقول: هل اضطربت مريم القديسة مريم لكلام الملاك؟ بعتذر على الخطأ الإملائي. هل اضطربت يعني هل خافت لما الملاك إجا قال لها هالبشارة الحلوة؟ نعم أم كلا؟ فكري وجاوبي يا ناتالي، بلش وقتك. كلا. فكري منيح يا ناتالي. هيك فكري بعد شوي، يعني لما إجا الملاك وقال لها نعم. وجواب صحيح لناتالي، واسمك يا ناتالي نزل بالبوكال لاخر الحلقه. دي حلو يا كارن، مبلشين الحلقه باتصالات مع اصدقائنا نعيدهم ويعيدونا. وبدي اذكركم تخبرونا شو بتحبوا، على شو بتحبوا تشكروا الرب بسنه 2016. معنا اتصال جديد. كارن الو. الو، انقطع الاتصال. لكن طيب. يا قليل ناخذ الاتصال عنا على واتساب. الو الو، مين معي؟ هاي مهند. هاي يا مهند، كيفك؟ ينعاد عليك وعليكي. مهند انت اللي كنت معنا بالاستوديو الاسبوع الماضي؟ ايه. اوكي، عرفتك من صوتك. اهلا وسهلا فيك يا مهند. مهند بدي اسالك سؤال بس على السريع، اذا بتحب تشكر الرب على شيء صار معك بسنة 2016، يمكن شيء عطاك يا الرب أو شيء هيك تعامل معك فيه، عشو بتحب تقله للرب شكراً؟ بدي أشكر الرب مشان ما سمعنا يا مهند. غيرني بحياتي. غير بحياتي. آمين يا مهند، وهيك باسم يسوع يكون كمان لسنة الجاية عم يغيرك ويغيرنا كمان. طيب أنت حاضر إنك تختار رقم هلا؟ إيه. عندك من 3 ل 24. أي رقم؟ أي يا مهند، أي رقم حتختار؟ 20. يلا. والسؤال رقم 20 بيقول: أنشد الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نعم. نعم صحيح. نعم. مهند واثق من إجابته يا كارن، ما في داعي نتأكد لأنه إجابته صحيحة. اسمك يا مهند كمان نزل بالوكالة لآخر الحلقة، خليك عم تتابعنا. وهلا كمان معنا اتصال جديد يا آلية. ألو. ألو. نحن عم نسمعكن، مين معنا؟ الو، بركي يا إلي بدون يسمعوا صوتك. الو الو، عم تسمعونا؟ الو الو، الاتصال هيك كثير ضعيف يا كارن. نحن عم نسمعكم انتو هلا على الهوا بأبطال الكتاب. الو اوكي يا اليه، واضح انه يمكن الاتصال بطل معنا، بس اكيد يلي كان عم بيتصل فينا هيك بنشجعه انه يكون عم ترجع تتصل فينا، لانه منحب نعيد مع بعض ونكون عم نتعرف. وهلا اتصال جديد معنا. الو الو الو، مساء الخير. علي الي. مين معي؟ مين عم يحكينا؟ شريا. سوري ما سمعت الاسم. شريا. شريا، من وين عم تحكينا يا شريا؟ كيريا. ايوه سامحيني انا اخذت الاسم غلط. كيريا عم تحكينا من مصر؟ اه. اوكي، اي رقم رح تختاري معنا اليوم يا كيريا؟
ثلاثة. والسؤال رقم ثلاثة يا كريا بيقول: ما هو مجموع الأجيال من إبراهيم للمسيح؟ هل هو 38 جيل أو 40 جيل أو 42 جيل أو 44 جيل؟ وبلش وقتك يا كريا. وأنا حابب ساعدها يا كارن لكيريا وقلها أنه الرقم هو إجابة 14 ضرب 3. 14 ضرب 3. بس ما تقول الجواب، خلي كيريا تفكر فيها. يعني 14 زائد 14 بيعملوا 28 صح؟ صح. و14 وزائد 14 شو يا كيريا؟ 38. لا. يا كيريا كبري بعد شوي الرقم، شوي كتير كتير صغير. 40. أكتر يا كيريا. 42. 42. خلينا نشوف جواب 42. جواب صحيح. 14 ضرب 3 مثل ما قالت كارن، 14 و14 28 و14 42 جيل، لأنه ما بيكون. وهلا يلي معنا اتصال. أوكي. بعرف إنه حابب تشاركنا بس اشتقنا لأصدقائنا. ألو. هيا شربيل. شربيل. ألو. كيفك يا شربيل؟ هاي. كيفك؟ إيه. نحن عم نسمعك. ليه؟ أوكي يا شربيل، ما نقلك ينعاد عليك أنا وإلي. منيح. وكل سنة وأنت بخير يا شربيل. باسم وأي يا رقم رح تختار؟ ينعاد عليك. ميرسي يا شربيل. وأي رقم رح تختار لآخر مرة بس بهالسنة؟ يعني فيك تختار سنة الجاي بس هالسنة آخر مرة رح تختار رقم. أي رقم؟ 19. يلا. والسؤال رقم 19 بقول: شو حلو هالسؤال يا إلي، ما هو معنى اسم عمانوئيل؟ الله معنا، الله مخلصنا، الله قوتنا، أو الله يرحمنا؟ وبلش وقتك. بلش وقتك. معنا. الله معنا. وأكيد جواب صحيح. وهيدا الاسم كمان نزل بالبقال يا كارن. قد حلو. يلا أصدقائنا كتير فرحانين احنا باتصالاتكم كتير بمشاركتكم معنا اليوم أكيد بمعايداتكم. وهلأ كمان معنا اتصال يا علي على الواتساب. ألو. 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 مين معنا؟ سهيب. ما سمعت. شاب من مصر. من مصر بس شو الاسم؟ ممكن نعيد الاسم؟ لا، سامر ابراهيم من مصر. سامر ابراهيم صح؟ شهاب. شهاب ابراهيم. شهاب. اوكي اهلا وسهلا فيك يا شهاب. قد ايه عمرك؟ 8 سنين. ينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والخير يا شهاب. أي رقم رح تختار معنا اليوم؟ 3. عندك الأرقام الأزرق والأبيض مش الأرقام الحمر يا شهاب. رقم 5. والسؤال رقم 5 يا شهاب بيقول: قال الملاك عن يسوع أنه يكون عظيماً، بدي تقول لي تعبي الفراغ بالكلمة المناسبة، ابن الجبار يدعى، ابن يوسف يدعى، ابن داود يدعى، أو ابن العلي يدعى. فكر منيح وبلش وقتك. رقم 4. ابن العلي. جواب صحيح لشهاب. برافو يا شهاب، اسمك نزل معنا بالبقال، خليك عم تبعنا لاخر الحلقه. وهلا كمان معنا اتصال جديد. الو. هيا كلاريتا. الو. كيفك كلاريتا؟ منيحه. ينعاد عليك. ميرسي. كلاريتا بدي اسالك، انت اللي مره ربحتي معنا هيدي الكاب اللي فيها تقدري تسمعي ميوزك؟ ايه.
مظبوط؟ ايه. اوكي اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. كلاريتا بس اذا ما نطلب منك تسمعينا بليز من التليفون مش من التلفزيون بس لنكون قادرين نحكي مع بعض. وينعاد عليك وعلى عائلتك يا كلاريتا. اكيد يا كلاريتا هلا انت حاضره انك تختاري رقم؟ ماشي. اي رقم رح تختاري معنا اليوم يا كلاريتا؟ نعم. يلا عندك من الستة لل 24. ست. والسؤال ست. رقم سبعة يا كلاريتا بيقول ست. قال الملاك أن ملك يسوع ينتهي مع موته على الصليب، معقول؟ معقول هذا الشيء صحيح يا كلاريتا؟ نعم أم كلا؟ وبلش وقتك. كلا. كلا. أكيد كلا. معقول ينتهي ملك يسوع؟ ما هو رجع هين من الموت وقالنا انه بده يرجع يجي مره ثانيه، فاسمك يا كلاريتا نزل بالبوكال. وهلا يا الي اتصال جديد على الواتساب. الو. الو. مين معنا؟ فايد. فايد، كيفك يا فايد؟ منيح. فايد إذا هيك هيك إلي عم بيسأل سؤال كتير مهم وأنا كمان بدي أسألك إياه. إذا بدك تفكر بهيدي السنة وهيك تشكر الرب على شيء عمله بحياتك. إيه. شو بتفكر إنه تكون عم تشكر الرب؟ إنه بشكر مشان كل شيء ومشان قلبي. آمين. آمين يا فايد. طيب هلا أي رقم حتختار؟ الأزرق أو الأبيض. 11. والسؤال رقم 11 يا فايد بيقول عندما رأت إليصابات مريم امتلأت من الفرح. صح يا ما غلط؟ وبلش وقتك. هلأ هي أكيد فرحت بس هل امتلأت من الفرح أو من شو يا فايد؟ من الفرح. من الفرح؟ أو بيقول الكتاب المقدس كلمة تانية. من الروح القدس. من الروح القدس، يعني كلا. وجواب ولا فايد؟ جواب صحيح يا كرم. اسمك يا فايد نزل معنا بالبوكال واتصال جديد من صديقنا الياس قدوم. ألو. 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 الياس مساء الخير. ألو. بدي أطلب منك يا الياس نوطي صوت التي في على الآخر. ألو. وتسمعني من التليفون. بونسوار. بونسوار يا الياس، ينعاد عليك. أوكي. بس يلا يا الياس، أنت حاضر أنك تختار رقم هلا؟ أي رقم يا الياس رح تختار معنا اليوم؟ عندك الأربعة. 24، يعني تقريبا اخر رقم. والسؤال 24. لا 24، كان 25 مختار. فهيدا الرقم يلي انت اخترته بيقول السؤال قال سمعان عندما راى الطفل يسوع ان عيني قد ابصرتا مجدك خلاصك ابنك او وعدك. فكر كثير منيح يا الياس وبلش وقتك. فكر بعد شوي. بعد شوي يا الياس، فكر بعد شوي. يعني يا الياس إذا بدنا نحط كل الأجوبة هن أجوبة صحيحة، بس في كلمة واحدة ذكرها الكتاب المقدس إلى سمعان. ابنك. هو ابنك، أكيد يسوع هو ابن الله، ولكن شو إجا يعمل؟ إجا يخلصنا. ابنك. فكر فكر يا الياس، إجا الرب يسوع لحتى يخلصنا من الخطية. فشو بيكون شاف سمعان؟ خلاصك. لأنه الرب يسوع الهدف الأساسي يلي إجا كرماله هو إنه يخلصنا. فاسمك يا الياس نزل بالبوكال، خليك عم تبعنا لآخر الحلقة. وهلا معنا اتصال جديد كمان على الواتساب. ألو. ألو. بعده عم يعمل كونكتينج يا إلي. أوكي. بهيدا الوقت يلي عم بيعمل كونكتينج كمان ما نذكر أصدقائنا بصفحتنا على فيسبوك يلي اسمها بايبل هيروز. أوكي. ألو.
مين معنا؟ الو ايه نحن عم نسمعك، مين معنا؟ انا مامة كريستيان بس هو مكسوف يتكلم. اوكي مكسوف يتكلم مش مشكلة، بتقدري تحكينا عنه. اي رقم رح تختاره معنا اليوم؟ تقيمي ايه؟ مامي اي رقم يا كريستيان؟ رقم 12. تقيمي ايه؟ رقم 12. والسؤال رقم 12 يا كريستيان بيقول: هل تكلم الطفل يسوع بعد ساعات من ولادته؟ هل قال الكتاب المقدس شيء عن هذا الموضوع؟ نعم أم كلا؟ وبلش وقتك يا كريستيان. كريستيان قال كلا يا إلي. كلا. خلينا نشوف جوابك. فإذا جوابك أكيد جواب صحيح، لأن الرب يسوع ما حدا بيقول ولا الكتاب المقدس إنه هو تكلم بعد ساعات من ولادته. وهلأ كمان معنا يا إلي اتصال من كيفن. ألو ألو كيفن، نحن عم نسمعك. ألو كيفك يا كيفن؟ ألو إيه كيفن بليز، إذا بدي أطلب منك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون بليز. اوكي يا كيفن يلا، اي رقم حتختار؟ الو عندك من 6 ل 23 الارقام الزرق. 6. والسؤال يا كيفن رقم 6 بيقول: قال الملاك ان الرب سيمنح يسوع عرش داود، هل هذا الشيء قاله الملاك نعم ام كلا؟ وبلش وقتك يا كيفن. شو رأيك يا كيفن؟ شو رأيك يا كيفن؟ الملاك هو يلي قال إنه الرب رح يمنح يسوع عرش داود؟ شو رأيك يا كيفن؟ كلا. كيفن فكر منيح، بعد معك وقت. شو رأيك يا كيفن؟ نعم نعم نعم. خلينا نشوف جواب نعم لكيفن، ونعم هو الجواب الصحيح يا كارن. وهلأ كمان بقى ناخذ اتصال جديد. ألو بعده يا إلي عم بيعمل كونكتينج الاتصال، فأنا هيك على السريع أصدقائنا رح كون عم ذكركم بصفحتنا يلي كمان نزل سؤال جديد بيقول إنه كم كتاب فيه بالعهد الجديد؟ يعني كم صفر موجود بالعهد الجديد؟ ما عليكم إلا تفوتوا على صفحتنا بايبل هيروز أو أبطال الكتاب، تعملوا بالكومنت الجواب الصحيح وتزيدوا فرصكم للربح معنا. وهلا يا إلي كمان معنا اتصال جديد. ألو 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 هاي كريس. إيه هاي كيفك؟ منيح. أديه عمرك يا كريس؟ 9. 9 سنين. طيب أنت حاضر إنك تختار رقم؟ أي رقم يا كريس حتختار؟ رح أختار رقم 13. رقم 13. ويلا السؤال رقم 13 بيقول: قالت اليصابات لمريم: ما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى بك تحط الكلمة المناسبة الجنين ابتهاجا في بطني، قفز صفق هتف أو رقص. وبلش وقتك يا كريس. أنا لما أفرح كتير شو عامل؟ ركصة. صعب شوي، ما هو بقلب أحشاء الإصابات، كيف بده صعبة؟ بس هو هيك ممكن البيبي على الحماس شو يعمل؟ أكيد مش حيزقف يا قليل لأنه لا. منه قادر. هتفة هتفة. لا 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 كمان لا ماما. هتفة ما في يهتف، هو ببطن أمه. بقول الكتاب المقدس يعني كفز. تعبير قفز يعني الاحتمال الأول. والجواب صحيح. وهلأ كمان اتصال جديد. ألو 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 مساء الخير. أنا دانيال.
دانيال من وين عم تحكينا؟ من مصر، عايش في ألمانيا. عايش ب ألمانيا. بألمانيا. أهلا وسي أهلا وسهلا فيك يا دانيال. اسمك كتير حلو، هو اسم أحد الأبطال. أنت بتعرف هذا الشيء ما هيك؟ طيب يا دانيال، ينعاد عليك وعلى عائلتك ميلاد مجيد. وأكيد هلا يا دانيال أنت حاضر إنك تختار رقم؟ رقم 20. 20 20 اختاروا يا دانيال، غير رقم بالأزرق أو الأبيض. بس يعني ماني شايف رقم على التلفزيون. يلا عندك 14 15 16 17 18 21 22 23. خلاص 21. يلا 21. والسؤال رقم 21 بيقول ما هو اسم ابن هيرودوس؟ بارتيماوس، هيرودوس جونيور، أرخيلاوس أو بيلاطوس؟ وبلش وقتك. مذكور هذا الشيء كمان بأحد الأناجيل يا دانيال، هو اسم صعب. أكيد مش هيرودوس جونيور ومش بيلاطوس. شو رأيك يا دانيال، معقول أرخيلاوس؟ أرخيلاوس. خلينا نشوف إجابة ثالثة. الاحتمال الثالث هو جواب الصح. جوابك صح، نزل بالبوكال اسمك. وهلأ اتصال جديد من سوريا. ألو. الاتصال انقطع من صديقنا روبير ربحية يا كارن، بس أكيد يا روبير إذا قادر ترجع تتصل فينا نحن بانتظار اتصالك. وهلأ كمان معنا اتصال جديد. ألو. ألو. مين معنا؟ وميد. كيفك يا وميد؟ تذكرته يا قليلة وميد يلي كان معنا. وميد وفايد. صح. يلا يا وميد، حاضر إنك تختار رقم؟ وعليك كتير. يا وميد وعلى عائلتك بالخير والصحة إن شاء الله. يلا أي رقم حتختار؟ 14. 14. والسؤال رقم 14 يا وميد بيقول ما اسم المدينة التي قرر أن يسكن فيها يوسف؟ إذا لساعدك هي بيقولوا له يسوع ال لحتى تعرف اسم المدينة، هل كانت أورشليم، بيت لحم، القاهرة أو الناصرة؟ القاهرة. فكر منيح يا الناصرة. الناصرة، لأنه يدعى شو بيقول؟ ناصرياً. برافو يا وميد، واسمك نازل بالبوكال لآخر حلقة، خليك عم تبعنا. أدي أنا فرحانة يا قلي بأصدقائنا، وكمان معنا اتصال. ألو. هيا يا بيتر. ألو. كيفك بيتر؟ منيح. بيتر ينعاد عليك وعلى عائلتك. مرسي. وأي رقم حتختار معنا اليوم؟ منيح. مرسي. وبيتر بدنا نطلب منك تسمعنا من التليفون مش من التيفي. أوكي. 17. رقم 17 يا بيتر بيقول جوني وتوني وجودي وموني أسماء ذكرت في نسب يسوع المسيح، هل هذا الشيء مظبوط؟ هل هذا الشيء صحيح؟ فكر منيح، نعم أم كلا؟ بيتر بلش وقتك. كلا. 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 وجوابك صحيح يا بيتر، واسمك أكيد كمان بده ينزل بالبوكال لآخر الحلقة. هلا يا لي كمان معنا بطل معنا اتصال بس رجع اتصل فينا. الو. الو. مين معنا؟ نيتي فكريا. ما سمعت. ما سمعت. اذا فيك بس تعلي صوتك شوي بس لاقدر اسمعك. انا يوسف اخو كريا. يوسف. اوكي يوسف، من وين عم تحكينا؟ من مصر. من مصر. من مصر. ينعاد عليك يا يوسف،
اي رقم راح تختار معنا اليوم؟ مش شايفه الارقام. عندك 15 16 18 22 و23. 16. والسؤال رقم 16 بيقول كم شهر اقامت مريم عند اليصابت؟ شهر واحد، شهرين، ثلاثة اشهر او اربعة اشهر؟ وبلش وقتك يا يوسف. اربعة شهور. اقل شوي يا يوسف. ثلاثة. ثلاثة يعني الاحتمال الثالث. واكيد اسمك نزل بالبوكال. هلا معنا اتصال جديد من صديقتنا جويس. الو 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 مساء الخير يا جويس. مساء الخير. ينعاد عليك، كل سنه وانت بخير. نحن كثير بنفرح باتصالك يا جويس. اي رقم رح تختاري معنا اليوم؟ اي رقم حتختاري يا جويس معنا اليوم؟ بعد عندك اربع ارقام. خمستاش، تمنتاش، اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين. خمستاش. والسؤال رقم 15 بيقول انشدت، بس اذا فينا نوقف الوقت. يلا السؤال رقم 15 هو انشدت مريم قائلة ها ان جميع الاجيال من الان فصاعدا سوف تعظمني، تطوبني، تقدسني او تعبدني. وبلش وقتك. تعظمني. فكر منيح يا جويس. تعظمني. فكر منيح لان الكتاب المقدس بيذكر غير كلمه. انا حابب ساعدك. من الان فصاعدا فسوف يعني مثلا انا اذا بقول لكارن طوبى لك. تطوبني. تطوبني يعني الاحتمال الثاني. برافو يا جويس، اجابتك صحيحه واسمك كمان نزل معنا بالبقال لاخر الحلقه. طيب يا الي، هلا معنا اتصال كمان جديد على الواتساب. الو ننظر ليعمل كونكتنج. طيب انا بهذا الوقت يا كارن بدي اذكر اصدقائنا بالهيرو اوف ذا مانث. اوكي، وهلا اتصال جديد من لبنان من صديقتنا كلوي. الو الو. هاي كلوي. الو كلوي مساء الخير. الو الو الو، انا عم بسمعك يا كلوي. هاي، ينعاد عليك، كل سنه وانت بخير. كلوي نحن بعد عنا تقريبا ثلاث ارقام، يعني 18 و22 و23. اي رقم حتختاري؟ 18. والسؤال يا كلوي بيقول الملائكة بشرت مين؟ بشرت، خبريني، حطي الجواب الصحيح بالفراغ، بولادة الرب يسوع المسيح. القيصر أغسطس، الملك هيرودس، المجوس أو الرعاة؟ نتذكر أنه المجوس ظهر لهم النجم، ولكن في أشخاص تانيين ظهر لهم ملائكة وسبحوا وقالوا لهم. مين هن هالأشخاص؟ وبلش وقتك يا كلوي. أربعة. أربعة يعني الرعاة. 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 وجوابك يا كلوي أكيد جواب صحيح، اسمك نزل بالبقال لآخر الحلقة. وهلأ معنا اتصال جديد على واتساب. ألو ألو، مين معنا؟ جيمي. جيمي، هاي يا جيمي. جيمي ينعاد عليك وعلى عيلتك. بدك نوال. ميرسي باريمو. اي رقم حتختار معنا يا جيمي اليوم؟ فندو. بعد عندك رقمين، رقم 22. رقم 22 هو كلمة السر يا جيمي. كلمة السر هي اسم مؤلف من خمسة احرف، وهي اسم والد النبي الذي سيعد الطريق أمام خدمة
الرب يسوع، وفي انجيل باسمه. اوكي، فكر كتير منيح وبلش وقتك يا جيمي. مين كان يقلن اعدوا طريق الرب؟ فكر منيح، فكر منيح. خلينا نبلش حرف حرف. اوكي، زحر حذر الاسم دغري. جيمي يعني اسمك نزل يا جيمي بالبوكالو. صراحة يا كارن انا كنت غلطان بهذا السؤال، بعرف انه فكرت يوحنا المعمدان. انا فكرت اسم النبي. اوكي اوكي يا الي. وهلا معنا اتصال جديد كمان على واتساب. الو الو، هذا اخر اتصال يا الي لنا لهيدا الحلقة. الو الو، مين معنا؟ انتوني. انتوني، انتوني من مصر مش هيك؟ اوكي، واليوم يا انتوني رح يكون عندك الفرصة انك تختار اخر رقم يلي هو 23. ماشي؟ اوكي اوكي يا انتوني. والسؤال رقم 23 بيقول: ما هو اسم الرجل الذي كان ينتظر ان يبارك يسوع في الهيكل؟ هل كان اسمه سمعان، نعسان، نعمان، او عدنان؟ فكر منيح وبلش وقتك. ما سمعت يا انتوني شو قلت؟ سمعان. فكر منيح. سمعان. سمعان جواب صحيح لانتوني. وعلى طول نحن منحب انه الاهل عن جد يا كارن يكونوا عم بيساعدوا اولادهم لحتى يجاوبوا اجابات صحيحه. ومثل ما شفتوا اليوم اخذنا 25 اتصال، 25 سؤال، كلهم يا كارن جاوبوا عليهم اصدقائنا اجابات صحيحه. فهلا بعد في كثير من اصدقائنا عم يتصلوا فينا على الواتساب، بس نحن منحب نعيدكم من هلا لكم كل سنه وانتم بخير ميلاد مجيد. بس ما بقى قادرين ناخذ الاتصالات اليوم لانه وصلنا تقريبا لنهايه حلقتنا. وقالي كمان هلا قبل ما تخلص الحلقه ما نذكر اصدقائنا بالهيرو اوف ذا مانث يلي هو عباره عن فيديو بيبعثوا لنا اياه مدته 30 ثانيه بيقولوا لنا شو تعلموا واكيد اسمهم وعائلتهم ومن اي بلد. وفي قالي اولك رابح معنا بالهيرو اوف ذا مانث. خلينا نشوف اول شيء فيديو لصديق ارسلنا اليوم فيديو الهيرو اوف ذا مانث. خلينا نشوف شو بده يقول لنا بهيدا الفيديو يا كارن. يلا. اسمي جوسيا نجار، عمري 13 سنة، عايش بلبنان. تعلمت بمناسبة الكريسماس انه الرب يسوع اجى على ارضنا تيموت على الصليب ليغفر خطايانا ويعطينا حياة ابدية تنعيش معه بالسما. لي هيدا هو الفيديو يلي كمان لازم اصدقائنا يكونوا عم بيبعثوا لنا اياه على صفحتنا يلي اسمها بايبل هيروز. طيب يا كارن، بما انه وصلنا تقريبا لنهايه حلقتنا، اذا بدنا نتطلع اصدقائي على سنه 2016 ونشوف انه سنه كثير طويله كان فيها 365 يوم، واكيد الرب باركنا بكثير اشياء وعمل معنا كثير امور. صح، خبريني اكثر شيء بتحبي تشكري الرب عليه يا كارن لسنه 2016؟ أنا يا إلي بحب أشكر الرب كتير 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 على عائلتي، عن جد على أمي وبيي وعلى إخواتي. بشكر الرب على كل شيء عم يعمله بحياتي وبحياة عائلتي لأنه عم بيحفظنا وعم بيحمينا. أوكي، هيدي أكتر شغلة بتحب تشكر الرب عليها. صح. طب بس أكيد في كتير إشياء بتحب تشكري عليها كمان. أكيد يا إلي، أنت سألتني هذا السؤال بنهاية حلقتنا، ما بدي أخذ الوقت، بدي كمان أسألك لألك شو بتحب تشكر الرب كمان على سنة 2016؟ أنا بحب أشكر الرب يا كارن على هيدي السنة لأنه الرب ما تركني ولا يوم ولا لحظة، رغم أنه أكيد كلنا يا كارن بنكون عنا أوقات بنكون فوق وأوقات بنكون تحت، أوقات نحس أن إحنا عملنا شيء غلط، بس لأنه الرب بحبنا ولأنه الرب يسوع مثل ما قلنا إجا لحتى يخلصنا من الخطية ومات على الصليب كرمال ياخد هيدي الخطية عنا. أوكي، الرب نحن حتى لو عملنا شيء غلط يا كارن الرب شو بيعمل؟ بيرجع بيغفر لنا. فأنا بدي أقول له للرب شكرا لأنه هو على طول حدنا
ومعنا عمانوئيل، الله معنا وبيغفر لنا خطايانا لانه احنا اولاده، لانه نحن لانه هو بحبنا. واكيد يا الي هذا كمان هو شيء صار مع الي بس كمان بيصير معنا كلنا، يعني اصدقائنا لو شو ما عملنا خطايا او كنا عم نزعل الرب، نحن عنا دائما الفرصه نروح لعند يسوع نقول له يا رب سامحنا، نحن ما بدنا نعمل بقى هيدي الخطيه، ساعدنا نتغير، هو اكيد رح يسامحنا ورح يخلصنا. فانا يا كارن حابب شجعك وشجع كل اصدقائنا ومشاهدينا، كل اصدقائنا يلي بنعرفهم وحتى اهلهم واخواتهم والكل، خلينا كلنا قبل ما تخلص سنه 2016 هيك نركع نفوت على اوضتنا، نركع نغمض عيوننا ونتذكر الرب شو عمل معنا، ونقول له يا رب نحن بنشكرك على كل شيء قطع بسنه 2016، وعلمنا نكون افضل بسنه 2017، علمنا نحبك بطريقه افضل، علمنا نخدمك بطريقه افضل، علمنا يمكن نتعامل يكون عندنا بعلاقاتنا مع رفقاتنا ومع عائلتنا نكون افضل، نكون عم نعطي اكثر، نكون عم نحب اكثر، يعني خلي عن جد كل شيء صار معنا بالسنه الماضيه يعلمنا للسنه الجايه. امين يا الي. وهلا اصدقائنا صار وقت السحب، فحنبلش يا الي بالجائزه الاسبوعيه، ولانه يعني قربنا عيد رح اقول لالي هو يسحب جائزة الأسبوعية. كم بدي حركهم؟ أوكي كارن أكثر أكثر أكثر، لأنه كل أصدقائنا هلأ 25 صديق ناطر شوف إذا بدي يطلع اسمه أو اسمه، وهلأ رح شوف مين الرابح أو الرابحة معنا. هلأ إليه حيحذرني ممكن من أي تحذري؟ بلد أنا بقول من شو أقولكم مصر؟ لا لبنان. لبنان. أوكي والرابح معنا اليوم هو كريس من لبنان، خلينا نشوف يا كريس شو جايزتك. مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب، والهدية هي ديجيتال كاميرا. ألف مبروك الديجيتال كاميرا يلي كمان بتساعدك يا كريس تصور فيديو فيسبوك هيرو أوف ذا مانث وترسله لأبطال الكتاب. هلأ كل الأسماء يلي اتصلوا فينا خلال الشهر رح نشيلهم ونحطهم، يمكن مش كتير كتار لأنه حلقة الماضية كانوا أصدقائنا يا كارن معنا بالستوديو فما نزلوا اسمائهم لانه كلهم ربحوا هدايا معنا. صح، وانا يا الي عم انتبه كثير كيف بدي احط الاسماء. انا رح اخلط البوكال اوكي لانه انا شاطر فيها وكارن شاطره بالسحب. فيلا يا كارن. يلا ها برجع يا الي ضربت. صار لها شيء ايدك؟ لا اوكي. ساتة ما صار لها شيء. اوكي طيب. احزار يا الي من وين؟ هلا صعبه انا عندي اسامي اكثر بس انا رح اجرب اقول من سوريا؟ لا. مصر؟ كمان لا. العراق؟ الي لا. فلسطين؟ لا. لبنان؟ لبنان. إيه؟ كمان رابح من لبنان. رابح هو جيمي. كمان يا جيمي انت اليوم اتصلت فينا وانت الرابح معنا بالجائزه الشهريه. الف مبروك جائزتك، خلينا نشوفها انا وياك وكارن. مبروك ربحتوا معنا الجائزه الشهريه الكبرى وهي ريل كونستراكشن يلي بتخولكم تبنوا اجمل الاشكال الهندسيه. مبروك يا جيمي على هيدي الهدية الكتير حلوة يلي حضر يلي ربحتها. أنا صراحة كتير بحب هيدي اللعبة وبتمنى إنه تكون عندي. يا الله يا إلي هلا عم بتقلي إياها، يعني معقول هيك شي نهار فاجئك بأبطال الكتاب كون جايبت لك إياها هدية؟ عن جد عم تحكي؟ إيه. واو لا أنا كمان بحب قصة الكونستراكشن وبشتغل بارت من شغلي كمان في قصة الكونستراكشن، فإن شاء الله تفاجئني كمان فيها. يلا ما بتعرف. إلي كمان ما نقول لأصدقائنا إنه الخميس الجاي كمان عنا حلقة مثل العادة على الساعة 5 ورح نكون عم نتشارك مع بعض من أعمال الرسل الإصحاح التاسع، فأصدقائنا كونوا عم تقروا كتير منيح أعمال الرسل الإصحاح التاسع، في قصص كتير حلوة حنكون عم نتعلم منها. وأكيد حلقة أبطال الكتاب بالسنة الجديدة رح تكمل بنفس التوقيت وبنفس الوقت، وأكيد رح يكون عنا كتير أسئلة جديدة، كتير أمور نتعلمها من كلمة الرب، لأنه أصدقائي هيدي كلمة الرب مثل كنز، قد ما ناخذ منها الرب رح يعطينا أكثر وأكثر وأكثر. وخلينا يا الي هيك بنهايه هيدي السنه نكون عم نستقبل يسوع كمخلص بحياتنا. امين. ينعاد عليكم اصدقائي وهابي نيو يير. باي.